إذن في النقطة الرابعة هولاكو وجينكيس خان والمغول والتتار كان الكلام في موارد، ووصلنا إلى المورد السابع. قلنا مع ابن الأثير نتفاعل مع بعض ما نقله من الأحداث ومجريات الأمور في بلاد الإسلام متعلقة بالتتار وغزوهم بلاد الإسلام وانتهاك الحرمات وارتكاب المجازر البشرية والإبادات الجماعية، وكان الكلام والمقتبسات من الكامل الجزء العاشر من صفحة 260 إلى صفحة 452، وذكرنا مقاطع كثيرة. وصلنا إلى المقطع 13، ثم قال في الجزء العاشر ابن الأثير في الجزء العاشر في صفحة 341 ذكر مسير التتر الكفار إلى خوارزم شاه وانهزامه وموته. هذا هو العنوان الذي ذكره ابن الأثير. يقول لما ملك الكفار سمرقند عمد جنكيز خان لعنه الله وسير 20,000 فارس وقال لهم اطلبوا خوارزم شاه أين كان ولو تعلق بالسماء حتى تدركوه وتأخذوه. فلما أمرهم جنكيز خان بالمسير ساروا وقصدوا موضعا يسمى بنجاب ومعناه 5 مياه، فوصلوا إليه فلم يجدوا هناك سفينة، فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار وألبسوها جلود البقر. لاحظ ليس عندهم شيء مستحيل، يفعلون كل شيء، لا يعجزون عن شيء، عندهم إصرار، عندهم عزم، عندهم عقيدة، عندهم هدف، عندهم غرض ينظرون إليه وإلى تحقيقه. أين هؤلاء وأين جند خوارزم، جند الخلافة وهزيمة جند الخلافة وجبن جند الخلافة وجند السلاطين وجند الإسلام والمسلمين، أين هؤلاء وأين هؤلاء؟ يقول فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار وألبسوها جلود البقر لئلا يدخلها الماء، ووضعوا فيها سلاحهم وأمتعتهم وألقوا الخيل في الماء وأمسكوا أذنابها، وتلك الحياض التي من الخشب مجدودة إليهم، فكان الفرس يجذب الرجل والرجل يجذب الحوض المملوء من السلاح وغيره، فعبروا كلهم دفعة واحدة، فلم يشعر خوارزم شاه إلا وقد صاروا معه على أرض واحدة، وكان المسلمون قد ملئوا منهم رعبا وخوفا وقد اختلفوا فيما بينهم، إلا أنهم كانوا يتماسكون بسبب أن نهر جيحون بينهم، فلما عبروا إليهم لم يقدروا على الثبات ولا على المسير مجتمعين، بل تفرقوا أيدي سبا وطالب كل طائفة منهم جهة، ورحل خوارزم شاه لا يلوي على شيء في نفر من خاصته، وقصدوا نيسابور، فلما دخلها اجتمع عليه بعض العسكر فلم يستقر حتى وصل أولئك التتر إليها، وكانوا لا يتعرضون في مسيرهم لشيء لا بنهب ولا قتل، بل يجدون السير في طلبه ولا يمهلونه حتى يجمع لهم. لاحظ عندهم هدف، عندهم غرض، يريدون تحقيق الغرض والوصول إلى الهدف. فلما سمع بقربهم منه رحل إلى مازندران وهي له أيضا، فرحل التتر في أثره ولم يعرجوا على نيسابور بل تبعوه، فكان كلما رحل عن منزلة نزلوها، فوصل إلى مرسى من بحر
طبرستان يعرف بباب سكون، وله هناك قلعة في البحر. فلما نزل هو وأصحابه في السفن وصلت التتر، فلما رأوا خوارزم شاه قد دخل البحر وقفوا على الساحل على ساحل البحر، فلما أيسوا من لحاق خوارزم شاه رجعوا. ولما وصل خوارزم شاه إلى هذه القلعة المذكورة توفي فيها.